سيستمر حب خليل وزينب بأقصى سرعة، وفي الموسم المقبل سيقدم خليل مفاجأة جميلة لزينب. سيغلق خليل مطعما على الشاطئ لزينب، كما سيقوم خليل بتعيين عازف كمان لزينب، لأن خليل يريد أن يكون عشاؤه الأول مع زينب رومانسيا للغاية. زينب ستخبر خليل بأنها لا تريد تناول عشاء رومانسي معه، لكن خليل سيحمل زينب بين ذراعيه ويجبرها على الذهاب إلى الشاطئ. وستكون زينب أيضا سعيدة جدا بهذه المفاجأة من خليل، لكن زينب لن تظهر سعادتها أبدا، لأن زينب تريد أن تظهر لخليل أنها غاضبة منه. ومن ناحية أخرى سيدرك خليل أن زينب لا تزال تحبه، ويصبح أسعد رجل في العالم. عندما يأخذ خليل زينب إلى مكان على الشاطئ، ستعزف آلات الكمان على الفور. عندها فقط سيطلب خليل من النوادر أن يسكب دلوا مليئا ببتلات الورد على رأس زينب. في مواجهة هذه المفاجآت من خليل، ترى زينب أنه ليس أمامها خيار سوى مسامحته. عندما تكون زينب على وشك مسامحة خليل، يقوم خليل بعمل مفاجأته الأخيرة لزينب. سوف يركع خليل أمام زينب ويخرج خاتم الألماس المكون من 5 أحجار من جيبه ويعطيه لزينب. سيتعين على زينب في النهاية أن تسامح خليل. ستسامح زينب خليل وتقبله بعمق. سيكون خليل أيضا سعيدا جدا عندما يدرك أن زينب قد غفرت لها بقبلتها. سيأخذ خليل زينب بين ذراعيه على الفور ويوجهها نحو البحر. وفي نهاية هذه الليلة ستبدأ المفاجأة الرائعة في السلسلة، لأن الحب الحقيقي سيحدث في المسلسل. سيعيش خليل وزينب ليلة زواجهما الأولى في ليلة المصالحة بينهما. باختصار، زينب ستكون مع خليل، ونتيجة لذلك ستحمل زينب وتلد طفلا. وبطبيعة الحال سوف يرافق إيرين وسلمى سعادتهم، لأن إيرين سيتقدم لخطبة سلمى. سوف يتزوج إيرين من سلمى. مع زواج إيرين وسلمى ستزداد مشاهد الحب في المسلسل أكثر، لأن سلمى سوف تنجب طفلا من إيرين، وهكذا تتضاعف فرحة الطفل في السلسلة. سيتم الكشف عن وجه سونغول الحقيقي بفضل القلادة التي سرقتها من تولاي، لأنه في الحلقة القادمة سيقول رجل سونغول الحقيقي لخليل. سيرى خليل وجه سونغول الحقيقي ويعتقلها، لذلك سيتم القبض على سونغول في حلقة الموسم الثاني من المسلسل، وتموت بعد ذلك. سيكون خليل وزينب سعيدين إلى الأبد. ستبدأ السلسلة مرة أخرى يوم 2/9 سبتمبر. مفاجأة كبيرة تنتظرنا جميعا في حلقة الموسم الجديد من المسلسل. إذن هل تعتقدون أن خليل سيتعرف على وجه سونغول الحقيقي في الموسم الجديد؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدناه.